طيب مرحب مرة تانية، واصل في نفس الموضوع. طبعاً وصلنا لأنه في اختلاف كبير في تعريف، أول تعريف للمرأة في الثقافة النوبية القديمة إنها هي أم، يعني الأمومة مقابل الأنوثة في العالم الحديث. يعني في العالم الحديث زي ما شايفين المرأة أنثى بالصارع سيادة الذكر، في العالم النوبي القديم المرأة أم. طبعا دلالة إنه المرأة هي سيدة المجتمع وسيدة الأسرة، ده بنستشفه. يعني حنبدأ مثلا في الثقافة النيلية الحالية، يعني لما أي شخص بنادوه باسم أمه، يعني فلان ابن فلانة ما باسم أبوه. دي واحدة من الحاجات اللا زالت موجودة إلى الآن. طبعا الحياة دي ترجع للعصر المروي. في العصر المروي الإنسان كان بينادوا باسم أمه، بل إنه يعني مثلا نسب الأم كان هو الأقرب والأقوى، واسم الأم كان هو الاسم اللي بيديك التميز في المجتمع، زي ما حنيجي نشوف في أمثلة كثيرة. طيب أنا هنا لمواصلة في نفس الموضوع، أنا يعني الترم بتاع فيمينين يعني أنثى مقابل الترم بتاع أم، أفتكر يعني حصل إلى أي مدى التشويه في الثقافة تم. يعني لأخواتنا الموجودين الآن في الثقافة النوبية أو في السودان بشكل عام ومصر وكل دول إفريقيا، يعني المرأة الآن أصبحت هي يعني أنثى عبارة عن symbol of sex، يعني جنس، عبارة عن يعني أداة لو للمجتمع، يعني أداة بتاعت متعة للرجل، أداة بتاعت entertainment and pleasure for man، and يعني مثلا تمصهر مفهوم الأنثى مقابل الأمومة. يعني الأم مثلا في المرأة في نوبيا القديمة أم مقدسة، يعني المرأة هنا هي عبارة عن يعني الدور ذاته والدور الخطوالي هنا في المجتمع، يعني دور بتاعنا هي أنثى، وبعدك تبعيات الدور ده نفسه. أنا بتكلم عن المجتمعات المتحولة من إفريقيا، يعني أنا يعني إذا عينا للثقافة النوبية مثلا القديمة مقابل النوبية المعاصرة أو مقابل المجتمع السوداني بجرمته يعني المعاصر، يعني المرأة أنثى، يعني مرأة ضعيفة، مرأة عبارة عن يعني عن إذا غارناها بالمرأة القديمة، يعني بوضعية المرأة في الزمن القديم، وحنشوف ونحن بنستعرض في التاريخ يعني وضعيتها بس كأنثى، تعريف الثقافة لها هي كأنثى، هي عبارة عن يعني أنثى. ولك يا أخي يعني هي مصدر من مصادر، يعني هي عبارة عن قصدي يعني عبارة عن جنس أو جندر موجود بشكل ثانوي عشان للرجل، يعني عبارة عن يعني مفهومة ذات قبول ذات إنها تكون في وضعية الأنثى، يعني في وضعية إنها تكون جندر ثاني، إنها تكون يعني الفانكشن بتاعتها الأساسية إنها اهتمت بالأنوثة بتاعتها، اهتمت يعني وتبعيات الحاجة دي. يعني مثلا المجتمع كيف حاول يختزلها في فكرة الأنثى، وحتى الثقافة الحديثة يعني تتعامل معها. إذا مثلا جينا هنا
في عشان أشرح بشكل واضح يعني، أنا أخذ يعني من غير تحفظ يعني. مثلا يا جماعة أنا بجي بندهش جدا إذا في ناس من السيدات مهتمين بالثقافة الغربية وحب المرأة. طيب يا أخي، ما هي الثقافة دي ذاتها الموجودة الآن بتتعامل مع المرأة كأداة للتسويق، تسويق أنوثتها دي ذاتها. أنا بجي خاشي أي مكان بلقى إنه يعني شركة كبيرة بلقى إنهم بتهتم بإنها تخط الأنثى الجميلة في 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 كسكرتيرة الجرائد المشهورة، البروموشن، شغل الدعايات، يعني تضخيم للأنوثة واستغلال للمرأة ذاتها وتحديد وضعها إنها هي عبارة عن أداة لتجميل المجتمع لأنوثتها، يعني عكس استغلالها، هي استغلالها ك ك ك ك ك ك ك كحالة للأداة بتاعت متعة، أداة بتاعت متعة جنسية، أداة بتاعت أنوثة، هي أنثى بس حدها هنا. لكن ما زي ما هنشوفها نحن بنستعرض يعني كيف انطوست هذه، حتى الثقافات اللي احنا بنشوفها وبنفتخر بها يعني بنشايفينها ومنبهرين بها، يعني كيف انه هذه الثقافات الى اليوم في السينما، في الاعلام، في العمل، في كيف انها هي بتحاول تقلل من قيمه المراه وتخطها هي ك ك ك ك ك ك كأنثى بس كأنثى يعني. وكيف انها هي قابله يعني، هي ذات حتى تحرر ذاته كيف تقبل بوضعيه زي دي، انها هي اول حاجه انا بتكلم عن يعني المراه الموجوده في السودان او موجوده في نوبيا، يعني اذا هي الان بتتكلم عن انها تكون كنداكه، فاول شيء هي المفروض تنتقد الوضعيه دي، اول وضعيه يعني انها هي هل هتقبل كانها تكون انثى ام هي هتعاين لوضعيتها التاريخيه كام. فدي واحده من التحورات الثقافيه الكبيره، زي ما قبل كنت في بدايه المحاضره انه واحده من التشوهات اللي حصلت في الاستعمار انه غيروا مفاهيمنا، غيروا عقلنا. طيب المراه كانت يعني عندها وضعيه تاريخيه، وفي الجدول ده هنا انا بستعرض بعض الامهات الموجودين في نوبيا القديمه. طبعا نحن الان بنتذكر الملوك لانه بنعاين برضو بنظره، نظره المستعمر الذكوريه للمجتمع، لكن لو عايننا بالنظره الاموميه بتاعت الثقافه القديمه، نحن الان نذكر فقط الملك بعانخي او بيا، شبتاكو، تهاركو، ألارا، ابتداء من ألارا مؤسس المجموعة النبتية إلى كاشتا إلى إلخ 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 إلى آخرهم تهاركو. دي الأسماء اللي نحن نتذكرهم، لكن لا نذكر الكوين مزرس اللي كان وراء الصنعوم أصلا، يعني ألارا صنعته أم اسمها كاسكا، وكان معاه زوجة كويس اسمها تبيرة تبيري، وكذلك كاشتا، وكذلك بعانخي وأبار مثلا أم الملك بعانخي مشهورة، وخنسة، وأمهات كتار جدا يعني. هم لولاهم لما كان هذا الملك العظيم، وكذلك شبتاكو وتانو تمني وكمية من الملوك إلى تهاركو. يعني هؤلاء السيدات الآن اختفوا ونحن ما بنعرف عنهم شيء، لكن هم كانوا في 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 عظمة تفوق هؤلاء، ولولاهم لما كان ظهر الملك. هدي معلومة بسيطة إن تتويج الملوك الكوشيين أو النوبيين القدماء كان يتم بحضور الملك الأم، يعني لازم أمه تجي، والأم لو ما وجدت لو ما جات هو ما بياخد المنصب على العرش.
ولو ما ظهرت الأم والزوجة ما بيكتمل تنصيب الملك. يعني الموضوع مربوط أصلا بثقافة تنظر، يعني أنت ود منه، أنت بعانك، نحن نعرفك بنعرف عن أمك، يعني نسبه اللي بياخذ به العرش هو النسب الأمومي. كمان دي باختصار غايمة سريعة كده، ممكن نرجع لها في أي وقت، لكن عشان نمشي قدام عشان الزمن، نجي مثلا إيل اللي هي نحن طبعا اتفقنا إنه كلمة إيل هي تقابل الأم، فإيل هي is a source of morals، هي مصدر الأخلاق والقيم والمبادئ في المجتمع. طبعا المرأة أو اللي هي الأم، طبعا المجتمع ينظر لها كأم، هي مصدر الأخلاق والمبادئ والقيم. طيب هي مصدر الأخلاق كيف؟ ابتداء من العهد الكرمي، في كرمة القديمة ظهرت ما يعرف ب الراهبات أو البريسهودز أو الكاهنات، الكاهنات المقدسات اللي هم شفيعات للأسرة المالكة وشفيعات للشعب، وهم يعني عندهم حالة من حالات يعني حالات القداسة، والمجتمع كان بينظر لهم كيعني كأمهات مقدسات. فظهور المرأة في ذلك المجتمع في تلك الحضارة القديمة بهذا المظهر أداها موضع أساسي جدا في إنها هي تشكي مفهوم الأخلاق، يعني ماذا تعني الأسرة، ماذا تعني الأخوة، ماذا تعني الصداقة، ماذا يعني الحب، ماذا تعني الزواج، طقوس يعني مفاهيم الأسرة، مفاهيم كلها بتاعت الأخلاق، ماذا يعني الصدق، ماذا تعني الأمانة. الأم هي اللي بشكل الوعي، الأم هي اللي في مرحلة القداسة، لأنه طبعا الدين كان مشكل يعني النسبة الكبيرة من التفكير. وتخيلوا معي زي ما الأنبياء مثلا كانوا، زي ما الأنبياء كانوا بخطوا هم الأخلاق في الفترات الوسيطة في ذلك الزمن في نوبيا القديمة، الأم كان بتقوم بدور النبي، النبوة المتلقى يعني من الآلهة، هم كبريسهودز يعني هم ككاهنات يتلقوا المعرفة الإلهية، وعن طريق دورهم بياخدوا المعرفة دي للشعب، هم اللي بوصلوا الأخلاق دي، وبالتالي ده السبب اللي بيخليهم الناس ينظروا لهم ك ك ك ك ك ك كمقدسات. يعني عشان كده قدس دور المرأة في المجتمع، وده السبب صعودها في المجتمع. الدور ده استمر حتى العهد النبتي، يعني في كوش ظهر مفهوم ما يعرف بأمونس جاد، يعني في العهد النبتي يعني ظهر مفهوم أمونس وايف، زوجة الإله أمون، وده أعلى منصب ديني في الفترة دي. طيب وكذلك عابدة أو مغنية الإله يعني أمونس سينجر. طيب في كرمة وفي نبتة ال يمكن دور الأم طبعا كان على أعلى سلطة اللي هي المؤسسة الدينية، اللي كان وقت داخل المؤسسة الدينية أعلى من المؤسسة السياسية نفسها، وبالتالي هي أخذت تمركزت أو تبلورت أو أخذت يعني مساحة بتاعت إنها تكون هي المتلقي من الأعلى اللي هو الإله أو الآلهة في الوقت ده، وهي بتاخد شكل الإلهات إيزيس وهاتور، وهي بتدي
يعني لأنها هي أم، هي عندها كأنها يعني غير أنها شفيعة وغير أنها كده، أنها هي عندها الشفافية في to reflect the morals، أنها تعكس الأخلاق الإلهية إلى الشعب، عشان كده أخذت موضع القداسة. في الفترة المسيحية أيضا كان في دور للمرأة، وده بنلقاه يعني في تشكيل الأخلاق في المجتمع وقيم كثيرة. هنا صورة طبعا بالإضافة للإله إيزيس وهاتور، صورة القديسة آن في الفترة المسيحية، وهي فتاة وهبت نفسها للخدمة الكنسية من كنيسة فرس من مملكة نوباتيا في القرن سي من الثامن للعاشر يعني. وده يعني في معلومة هنا مهمة، إنه دي أول إنسانة تعمل عمل خيري يمكن يكون على مستوى العالم. طبعاً إحنا بنسمع عن الريد كروس وده كل جليتر يعني نازل بدري جداً، لكن لأنها طبعاً فتاة إفريقية قاعدة في العهد ما قبل الكولونيالي لم تشتهر، وإحنا ما مهتمين بتاريخنا. القديسة آنا من فرس أول زولة وهبت نفسها وحياتها للخدمة الطوعية، وأول من أنشأت ما يفهم الآن بعملية التشاريتي العمل الطوعي، وهذه كانت عندها مساهمات كبيرة جدا في المجتمع. ونساء مثل هؤلاء يعني غادوا عمليات كبيرة في تغيير المفاهيم، وهم نشروا الأخلاق والقيم والوعي، وهم خلقوا الأخلاق. فالمرأة هي كانت مسؤولة عن الأخلاق والقيم والمبادئ منذ فجر التاريخ. وده بيقودنا هنا إلى سؤال، طبعاً إحنا تكلمنا قبل إنه العقل الاستعماري اللي إحنا شايلينه أو التشوهات اللي تمت، يعني تشوهات أغلبها كانت في الأخلاق، في المورالز، في المبادئ، في القيم، في القيم بتاعتنا. طيب قبل ما أنا أصل الحتة دي عاوز أقول لكم مثلا جانب من الألقاب اللي كان أخذت الملكات أو المرأة الأم النوبية في فترة نوبيا القديمة. يعني هي كانت يعني هي كانت the moral manifestation of the goddess Hathor. هي كانت هي يعني منفذة أخلاق الإلهة هاتور، هي كانت عازفة الإله، هي كانت زوجة الإله، هي كانت سيدة المعبد، هي كانت يعني ما يفهم الآن بمفهوم القطب أو المتصوفة، هي كان عندها كمية من الألقاب اللي بتخطها في وضعية إنها تكون مؤثرة على وخالقة للأخلاق في المجتمع. للأسف حصل major moral shift in our Nubian community, in our يعني post-colonial community، يعني حصل تحول أخلاقي مريع طبعا في سلوك المرأة، لأنها أصبحت أنثى وليست أم، لأول مفهوم، لأنه الأخلاق بتاعتنا تغيرت. ليه؟ لأنه وضعية المرأة تغيرت، بل المرأة نفسها هي تغيرت. المرأة أصبحت يعني هي نفسها لأن فقدت المكانة بتاعتها، هي نفسها مورس عليها كمية من الاضطهاد والتغيير والقمع، تقدر يتحول لكائن مشوه خارج السياق، خارج التاريخ. طيب وبدأ يعني بدأ يحترق يعني احنا كمجتمع بنحتقر الأمومة بتاعتنا، الأمومة وبنحتقر حتى
المرأة، وعشان كده المجتمعات بتاعتنا تغيرت كثير. يعني هدي مثال وحكون جريء جدا، هل تعلموا مدى احتقارنا للأمومة مقارنة بالفترة القديمة؟ يعني مثلا أنا عاوز أنبز إنسان الليلة، أسوأ نبز ممكن أقوله له في الثقافة العربية، مش هنبزه بأمه، وحاستخدم تلك الكلمة البذيئة. هل تعلم إنه العضو اللي أنا بنبز به هو العضو الأنثوي أو العضو اللي أنا بأخذ كلمة الأم معه، ده كان رمزية مقدسة في الثقافة القديمة، الآن أنا إلى أي مدى بحتفل؟ هاي اللي ألمتني وأنا بستعرض المثال ده، إنه أنا بجي بلقى الليلة في ثقافة اليوم، وأنا بعاين في كمية من الممارسات اللي بتتم، وخاصة في الكتابات بتاعت الفيسبوك والإنترنت، إنه الكلمة بقت أكثر شيوعاً، طبعاً لأنه تأثير الثقافات الدخيلة، لدرجة إنه المرأة ذاتها، بل مرات أنا بعاين بلقى إنه وحدات بتلغ على نفسهم كنداكات، وبيستخدموا هذا اللفظ البذيء. اللي أنا بتعفف إن أقول هنا احتراما لقداسة الأم، يعني تخيلوا معي إنه اللي بيسمي نفسها كنداكة في السودان أو حتى كنداكة نوبية هي بتستخدم لفظ زي ده وبتهين في أمومتها نفسها. يعني إلى أي مدى نحن حصل لنا تشوه في أخلاقنا؟ الشيء الثاني، لاحظنا إنه لو مشيتوا كل المتاحف هتيجي تلقوا إنه الآلهات والملوك والملكات القدماء كانوا بيصورون في شكل جسد عاري. طبعا العقل الحس حالي وحتى العقل الأوروبي اللي عامل فيها متحررة ما بيقدر يفهم الثقافة دي، عشان قبل أنا قلت لكم في حاجز كلنا اللي بيننا وبين الثقافة دي. هل تعلم إنه النازل لما كانوا بيصوروا الآلهات بالذات الآلهات وحتى السيدات الأمهات المعظمات، اتفقنا إنه كلمة أمهات وليس مرأة، الكوين مزرز والمزرز المهمات، حتى لو بيصورون في جسد عاري، في الثقافة القديمة الجسد العاري ما كان منظور المرأة كجسد أنثوي يعني للشهوة، كان منظور لها كجسد مقدس. فإلى أي مدى نحن حصل لنا شفت في تفكيرنا، في ثقافتنا، في قيمنا؟ يعني الآن المرأة عبارة عن كائن المتحول لكائن مثير للشهوة وقمع، وحوله هو ذاته صدق إنه هو ده دوره، هو عبارة عن أداة بتاع الجنس وأداة بتاع الزواج وأداة بتاع إنجاب، وإنه كائن لتلطيف المجتمع و تحويله لحالة شهوانية. إلى أي مدى القيم الروحية اللي كان والقيم العالية في ثقافتنا تشوهت؟ إلى أي مدى وضع الأمومة حولت الأمة المقدسة إلى كائن شهواني لتلذذ الرجل في المجتمع، وهو ذاته بدأ يحس إنه دي قيمته المثالية؟ وقيس على كده حاجات كثيرة. يعني الليلة المرأة بتاخد كم زمن في عملية إنه يعني دور الأساسي إنه يكون عندها تجميل، يعني أدوات الزينة، أدوات المرأة، لبسها، يعني حتى المجتمع الآن الرأسمالي بيحاول يضخم من دور الأنوثة
ويقلل من دور المرأة في عملية إنها تقود المجتمع أخلاقيا. يعني المرأة المجتمع بتعامل معها بإنها هي كائن بس للموضة لللبس لكده لغيره. في ثقافة نوبيا القديمة أنا ما بقلل مشيان الحاجات أو باهتمام المرأة بجمالها يعني عشان ما أفهم خطأ، لكن أنا بقارن ما بين مجتمعين ما بين ثقافتين. ثقافة بتدي المرأة وضعية بتاعت غداسة وإنه جسد عبارة عن حالة يعني عن شيء مقدس، وبالتالي أنت ممكن تشوف إلى أي مدى المجتمع حصل له تغيير. يعني المجتمع في الوقت ده ما ممكن يتحرس بالمرأة لأنه المرأة كان مقدسة. في المجتمع الحالي حد بما فيه المجتمع الغربي نحن شايفينه مجتمع مثالي ونسبة التحرش فيه عالية جدا إذا الناس عاشت هنا. حتى الأطفال ما بيسلموا من التحرش، ليه؟ لأنه المرأة في نظره أنثى، كائن شهواني، كائن هو دار الشهر دار يتلذذ به. يعني أدي نجي إلى عملية التشويهات التي تمت في السودان، بس كيف اغتصابات تمت في السودان منذ بداية الهناء إلى آخر فترة الإنغاز. يعني شوف مدى الظلم التعرض به المرأة عبر التاريخ. يعني بس اغتصابات دارفور مثلا، يعني نقارن بوضع المرأة في نوبيا القديمة، هل كان ممكن يحصل حاجة زي دي؟ الاغتصابات الجماعية يعني ظاهرة غريبة جدا تمت حتى الآن في القيادة. يعني أنا بقول مدى التشوه التم في المجتمع والسلوك ده مع الناس عشان ما تعاين بس لنظرة إنه والله ده عبارة عن تغيير سياسي أو لا، في تغيير مفاهيمي في ثقافة عديد. يعني الموضوع ده ما جاء من فراغ، جاء من ثقافة تغيرت تماما. نحن الآن صرنا نحمل ثقافة فيها وضعية المرأة أنثى، فيها وضعية المرأة هي حاجة شهوانية، فيها وضعية المرأة نحن بنحاول يعني لأنه وضعنا المرأة في وضع ده، يعني غيرنا المفاهيم، هي ذاتها صدقت إنه ده وضعها. فإذا في تحول أخلاقي كبير جدا تم في الفترة الأخيرة، في الفترة ما بين ما قبل الكولونيالي، ما قبل الاستعمار وما بعد الاستعمار. التعريف الثالث إنه المرأة in is the mind and the source and the source of knowledge and creativity in the society. طبعا في معناها المرأة هي عقل المجتمع، مصدر المعرفة والإبداع. ده في نوبيا القديمة. طيب إذا نحن عاوزين نستعرض الحاجة دي، طبعا أنا ما زول تاريخ متخصص لكن بقول لكم بشكل بسيط جدا، يعني إنه إذا راجعنا بس بشكل بسيط، يعني راجعنا مثلا استيطان الحضارة القديمة، يعني المجموعة جيم مجموعة جروب سي، الاستيطان الأول تكوين الحضارة اللي سبق فترة الحضارات النيلية. نجي نلقى إنه دور المرأة كبير جدا كان في الفترة بتاعت عصر الاستيطان الحديث، بالذات العصر الأخير الحصر الحديث الحجري. نحن ماشيين إلى فترة الاستيطان بتاعت الجبانات وتكوين الحضارة الأولى. إذا كان الرجل دوره اقتصر على الصيد، المرأة هي من قامت بعملية قطف الثمار وجمعها، وبعد ذلك اكتشفت أو هي اخترعت عملية التخزين، أدوات التخزين من الطين والفخار وغيره، بل إنها هي قامت باختراع زراعة. يعني بعد ذلك هي اكتشفت إنه هي ممكن تزرع هذه الثمار بدل ما تخطفها، وهذا كان أول تحول للحضارة الحقيقية. عشان كده يعني المرأة النوبية، المرأة النوبية القديمة، المرأة النوبية القديمة هي اكتشفت الزراعة وبعد ذلك طورت أدوات الزراعة، يعني وبعد ذلك طورت أدوات الطهي
والمنزل، وبكده تكونت الأسرة. يعني أول تكوين للأسرة خلقته المرأة نتيجة لعقلها، نتيجة لإبداعها، نتيجة لتوصلها للمعرفة. عشان كده قدموها، ما كان شيء طبيعي إنها هي تتقدم للمعبد وتكون في حتة الغداسة، لأنها هي قدمت معرفة، قدمت عقل، قدمت إبداع. إذا عينا لفترة كرمة نجي نلقى إنه يعني المرأة تميزت في الفترة دي بالصناعات الفخارية للأدوات المنزلية وأدوات التخزين المصنوعة من الفخار بجودة عالية جدا، إلى اليوم لا يضاهي أي جودة، وده كله من المرأة. نجي نلقى أدوات الزينة في مختلف العصور، خاصة في الفترة المروية، من أشهر أدوات الزينة يعني النماذج بتاعت أدوات الزينة الموجودة الآن هنا في الصور، توريكم عظمة إبداع الأم. أنا ما عاوز أقول المرأة، الأين النوبية في نوبيا القديمة في الفترة دي. المرأة كذلك يعني إلى اليوم، أنا جايب صورة هنا من حلف القديمة لهذه الطفلة وهي بتعمل عملية يعني عملية تطريز لثوب أو لشيء نسج، شيء يعني ممكن يكون شاور، يعني هم بيصنعوا الشاور اللي هو الطبق، وبيصنعوا ال القفة بتاعت الخضار الشبر، وكذلك بيصنعوا البروش اللي هو البرش اللي سموه برش بالنوبي كذلك، وبيصنعوا كمية من الأشياء وهم صغار السن. يعني شوف الطفلة دي صغيرة، كانت في حلفة القديمة قبل التهجير وهي شغالة بتغزل وتنسج، ويوريك إنه يعني المرأة دائما في حالة عمل. أيضا البيت النوبي، طبعا تميزت نوبيا المعاصرة ببيت النوبي الجميل. الزخارف اللي انت شايفينها في البيت النوبي ده، سواء كان في أسوان أو في الشمال السودان، ده كله من صنع المرأة. يعني مهمة المرأة وحبوباتنا زمان كانوا هم اللي بيعملوا الزخارف دي والأشكال الجميلة دي، ده كل المرأة. يعني دي وده مثال حي في العصر المعاصر، يعني في يورينا مدى التميز وإبداع هذا العقل للأم النوبية. ونتبع اتفقنا هي أم وليست مرأة حسب تعريف الثقافة. فطبعا الإشكال كله مع الثقافات الدخيلة، بالذات الثقافات السامية، مع عقل المرأة. يعني الإشكال الحقيقي يا مرأة، يا من موجودة في نوبيا الحالية ولا في السودان وبيوند سودان، يعني في أفريقيا، إنه هذه ثقافات بتقلل من شانك. المعركة الحقيقية للمرأة هي إنه الثقافات، المجتمع بحاول يحارب العقل بتاعك يا مرأة. المجتمع قاعد يحارب العقل، المجتمع عاوز يلخصك في أنثى، المجتمع عاوز يقلل من دور عقلك. مذكرين لما كنا بنتكلم عن الحركة النسوية في العالم، واحدة من مطالبها الكبيرة إنها كان بتطالب بمهن معينة لأنها كان مقتصرة على الزواج، بالذات على الذكور، بالذات في الموجة الأولى اللي هي بتاعت الجندر إكواليتي في القرن التاسع عشر واستمرت لحد بداية القرن العشرين. كانوا بيطالبوا مهن زي مهنة مهندس وطبيب، لأنه دي كان مقتصرة على الرجال، لأنه بيفتكروا إنه عقل المرأة أقل من يمتهن هذه المهن. ده العالم الحديث اللي احنا مفتخرين به وإلى اليوم ده في بداية يعني إذا الماء. لكن لاحظوا نوبيا القديمة قدمت عقل المرأة وكان هو مصدر الإبداع، عشان كده أبدعت وأنتج الحضارة. إذا المعركة الحقيقية يا من تسمي نفسك ذاك اليوم، هي معركة عقلك، عقلك وليس جسدك، عقلك يعني هو
هو المحارب. المجتمع عاوز يتعامل معك كجسد من غير عقل. المجتمع ما بعد الكوليناري، الثقافة العربية اللي أنت بتحمليها والثقافات الدخيلة وحتى الثقافة الأوروبية اللي أنت مبهورة بها، هي بتتعامل معك كعقل كجسد من غير عقل. في نوبيا القديمة اللي أنت عاوزة ترجع إليها كانت بتتعامل معك كعقل قبل أن تكون جسد. آخر تعريف إن is a source of power. المرأة هي مصدر القوة. والقوة هنا أنا قاصد بها قوة مطلقة. لاحظنا في الموجة الأخيرة للحركة النسوية الفيمينيزم موفمنت الفورس جنريشن أو الفورس ويف، الموجة الرابعة كانوا بيتكلموا عن تمكين المرأة Woman Empowerment. كمية من الورش تعقد في السودان للناشطات Woman Empowerment. كمية من حتى خارج السودان وخارج مصر وفي الشرق الأوسط وحتى في أوروبا وهنا حتى عندنا في الغرب في أمريكا وكندا بيتكلموا لا زال ولا زال هو ده موضوع الساحة اليوم، موضوع المؤرق الحركة النسوية اليوم اللي هو Woman Empowerment. طبعا التعريف ده اللي هو آخر تعريف، يعني احنا قلنا ان المرأة في نوبيا القديمة هي أم وليست مرأة، قلنا انه هي مصدر الأخلاق والقيم، قلنا ان هي عقل المجتمع، آخر حاجة قلنا هي مصدر القوة. طيب إذا عرفنا القوة دي لعدد عدد من الحالات التمصهر، تمصهر القوة مثلا القوة الروحية، ده طبعا واضح جدا من كرمة إلى كوش. المرأة كانت هي يعني هي وسيط ما بين الإله والشعب، ما بين الإله حتى والملك، عشان كده بتاخد القداسة. طبعا الوضعية اللي تكلمنا عنها في السلايد ده بتاع الملكات، لاحظ أبرار اللي هي أم بعانخي وكمية من الملكات أخذوا دي شابن ويبت الأولى والثانية، أخذوا لقب زوجة الإله آمون، ده أعلى منصب كان في الدولة، يعني دي شفيعة الشعب أمام الإله آمون بل الملك نفسه. عشان كده في مسلة أسبلتا الملك كتب إنه هو لما جو نصبه ذكر، يعني الواحد لما يجي يفتخر بنفسه في العالم الذكوري اليوم بيقول أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، حتى كل الأنبياء المذكورين سبيل المثال يعني المسيح ابن مين ابن مين إلى ديفيد إلى داود، كذلك الأنبياء الثانيين الملوك كذلك يفتخروا بأنسابهم الذكورية. أسبلتا ذكر السبعة من أمهاته، قال أنا ابن فلانة ابن فلانة ابن فلانة إلى بنت إلى أم إلى بنت ألارا الموجودة. فأسبلتا في مسلة المشهورة ذكر سبعة من أمهاته، ده فخره هو عشان يقدم نفسه للشعب. وكل الملوك ديال أسبلتا تحاركوا كلهم كان لا يمكن أن يعد ملوك أو يتم تنصيبهم ما لم تحضر الأم الملك الأم The Queen Mother الأم المقدسة. في طبعا في الفترة ديك هي ما كانت في السلطة السياسية، كانت في السلطة الروحية اللي هي أعلى، هي اللي بتخليه ملك لأنها هي عندها السلطة الروحية اللي هي أعلى منه، حتى زوجته كان أعلى منه.
وهي كأمه أو كزوجته، وهي اللي بتديه المكانة أمام الشعب، لأن النسب كان بالأم، لأنه بيقول له فلان ابن فلان ما فلان ابن فلان، وهي اللي بتديه الحكمة والعقل، لأن هي مصدر الإلهام زي ما قلنا مصدر العقل، فبالتالي وجودها حتمي وضروري. عشان كده نلقى إنه مثلا في تنصيب تهاركو أصر إنه يجيب أمه من وين؟ من هناك إلى مكان بعيد جدا، وما قدر يعمل حفلة التنصيب بتاعه إلا إنه مجاد، هذا ما كتب وذكره هو نفسه بنفسه. وكل هؤلاء الملوك زي ما شايفين افتخروا بذكر أمهاتهم وبذكر زوجاتهم المقدسات، لأنهم دل شفيعاتهم أمام الشعب وأمام الآلهة. فده بيوريك قوة ومكانة المرأة. طبعا ذكرنا إنه المرأة كانت في منصب زوجة الإله، ده على منصب ديني. يعني تخيلوا معاي كده مثلا كانت في مكان البابا بتاع الكنيسة أو شيخ الأزهر اليوم، أو هل ممكن نتخيل إنه في مرأة اليوم تكون في المكانة دي؟ يعني التاريخ المسيحي على مستواها، علىها مستواها وتطورها، لم تسمح لمرأة أن تتغلب منصب مثل هذا. طبعا الوضع يكون صعب جدا في الإسلام، بل إنه يعني نحن ذكرنا في الفترة المروية إنه كانت أشبه بشيوخ التصوف في الأقطاب، يعني المرأة هي. تخيلوا معي في الفترة ديك يعني إنه هي كانت زي زعماء المتصوف وشيخ الطريقة. هل بتخيل اليوم من الأيام إنه يكون في مرأة شيخة لطريقة زي في طريق الغادري، نكون في مرأة هي تتسيد هذه المكانة؟ كنت زمان يا سيدات كان عندكم دي مكانة المرأة هناك في نوبيا القديمة قبل الاستعمارات، كان وضعها في ذلك الوضع في قمة السلطة الروحية بتاعت المجتمع، يعني المؤسسة الدينية والمؤسسة الروحية. أنا بقول مؤسسة روحية ما بقول مؤسسة دينية، لأن المعبد كان دور روحي أكثر، العبادات كان أكبر روحية. فإذن ده بيورينا عظمة ومكانة المرأة كمصدر للقوة تمام، السلطة الروحية. نجي نمسك السلطة السياسية. طبعا في الفترة المروية حصل تغيير سريع كده، حصل تحور. الذكور سيطروا على المعبد وغيروا بعض الغيب بتاعته وأفرغوا، وأول ما صعدت المؤسسة الذكورية إلى سلطة المعبد تغير الوضع تماما، انتفت القداسة من المعبد، يعني الأمة المقدسة بعدت من المعبد، أبعدوها طوالي، اتلخبط المعبد الآموني، كانت زوجة الإله آموني اختفى، بقى في كاهن للآموني، مشوا على المنهج المصري، فحصل ضعف طوالي لنبتة، الدولة كلها تأثرت بالشعب، تزمر أي شيء تغير، المعبد ذاته مارس سلطات سيئة على المجتمع، بل إنه كان بحاول يفرض نفسه على الملوك، فكثير من الملوك اللي بيعترضوا كان بيقتلهم الكهنة. فسيطر رجال الدين، ظهر طوال طبقة رجال الدين والتخلف. طبعا زي ما قلت لكم ما مؤرخ ما عاوز أخوض في التاريخ، لكن في الفترة دي ظهر ملك مشهور اسمه أركمني كوب. أركمني عمله انه فصل الدين عن السلطة الدينية عن السلطة السياسية في الوقت ده، يعني طوالي عمل ثورة وقام بثورة غادة من الشعب اللي تضامن معاه، وواجه الكهنة بتاع آمون وقضى على سلطة المعبد الآموني، وفصل الدين السلطة الدينية عن السلطة السياسية. الكلام ده
في حوالي من 300 قبل الميلاد إلى 250، وده كان بداية تكوين مروي. يعني نحن وصلنا للعلمانية 300 قبل الميلاد، ما يبغى يعني حوالي 300 قبل الميلاد. تخيلوا معي، يعني احنا اليوم ما قادرين نطبق نظام علماني في السودان، ها، ونحن طبقناه 300 قبل الميلاد. طيب في الفترة دي حصل تحول تاني، المرأة لأنه المعبد اختلف صعدت طوالي إلى قمة السلطة السياسية. يعني المجتمع آمنة لأن هي الأمة المقدسة، المعبد انتفى صعدوا للسلطة السياسية، عشان كده ظهر مفهوم الكنداكات. فكانت هي الكنداكة الكوين مزر الملكة الأم، ونحن فهمنا يعني شنو ملكة أم، يعني زي النخلة الأم، زي الوطن الأم. وكذلك أخذت لقب كوري أحد الألقاب. وعلى فكرة يعني في ما لا يقل عن 5 من المشاهير، أماني شخيط وأماني ريناس أماني توري، يعني المشاهير جدا الكنداكات المرويات اللي كتب أسمائهم بالذهب التاريخ الإنساني. طبعا تنازع التاريخ على من هي التي حاربت الإمبراطور الروماني أغسطس، وناس بيقولوا أماني ريناس، وناس بيقولوا أماني شخيطو، والناس بترجح أكثر أماني شخيطو لكثرة المصادر. لكن ريجارلس إنه من الحاربت، تخيلوا معي إنه هي كانت على قمة السلطة السياسية، حتى لو هي ما كان عندها، يعني هي ما زوجة ملك، هي الملكة، هي الملكة. و ليس ذلك فقط، هي قائدة الجيش، هي قائدة الجيش. تخيلوا معي في الفترة دي المرأة أدوها لقب قيادة الجيش. هل في العالم اليوم يسمح لمرأة بقيادة أي جيش ولو مليشيا عسكرية متمردة؟ يعني تخيلوا معي لقب مثلا بسموه شنو، هو القائد العام للقوات المسلحة في السودان ولا مصر ولا أمريكا ولا حتى الصين ولا أي مكان في العالم. هل صعدت المرأة لهذه القيادة؟ واحدة من مطالبات الحركة النسوية العالمية إنه بدون دور قيادي في المجتمع، واحدة من مطالبات الحركة العالمية إنه بدون دور قيادي في الكنيسة، كان في الفترة دي. يعني إلى الآن يعني حتى في ظهور بعض القساوس السيدات، إلا أن برضو لا زالت شاذة يعني الوضعية بتاعت المرأة في القيادة الروحية، خليك من القيادة السياسية والعسكرية في العالم. فأي قوة أكثر من دي، يعني الوومن إمباورمنت اللي كان موجودة في نوبيا القديمة لا تضاهيها أي قوة، لا تضاهيها أي قوة. في الفترة المسيحية طبعا البروتريل على شمالنا واحدة من الكنداكات، وهي بتستعرض قوتها في اللوحة الموجودة في الآثار، افتكرت الكنداكة أماني شخيطو، وهي من أغنى الكنداكات المرويات، وكان عندها أكبر هرم وأكبر وأغنى مقتنياتها، وهي وذهبها المشهور الموجود الآن في متحف برلين طبعا، اللي نهبوه الأوروبيين، وإحنا الأوروبيين طلعنا جاء دمر الآثار المروية مع الحملة التركية، كان جاء مشهور. هو طبيب إيطالي. وفي الفترة المسيحية زي ما شايفين في الصورة اللي على الشمال، دي صورة للقديس السيدة العذراء الأم في رداء أسود أشبه بالجرجير النوبي، وتحمل الطفل المقدس السيد المسيح، والسيدة سيتوكس أو السيدة العذراء مريم
هي وضع يدها على الملكة النوبية، والصورة دي بتجسد المظهر الروحي للقوة بتاعة الأم النوبية. هي بتستمد قوتها من الأم الإله، اللي هي ما تقابل إيزيس في الثقافة القديمة، أم الإله حورس. هنا طبعا مع احترامنا للإيمان المسيحي طبعا، لأنه السيدة مريم لا تؤله في الإيمان المسيحي، إنما هي قديسة تقدس، فهي ما تقابل أم الإله حورس إيزيس، السيدة مريم العذراء، أم السيد المسيح الإله، أم الإله ثيوتوكس وضع يدها على الملكة النوبية الأم. فمن الأم الإله إلى أم الشعب، وهنا الملكة بدورة كشفيعة للشعب بتعطي الغداسة والبركة للشعب. ففي وضعية روحية، رجعت الوضعية الروحية في الفترة المسيحية، بل إنه مشكلة بس إنه منصب الملكة الأم أو الملكة في الفترة المسيحية، إنه الملك لا يستطيع أن يجلس العرش من غير ملكته. يعني ما منصب تشريفي، يعني ما وصيفة، هي ملكة عندها دور في المجتمع، عندها دور سياسي ودور روحي. أدلل على ده بحادثتين، رسالة من الملك جورج إلى واحد من الملوك في الفترة بتاعنا، ممالك الملوك المسلمين يعني في الفترة العباسية وغيره، بسبب الحروب اللي دخلوا عليها مع العرب يعني المسلمين الغزو. فبيقول له إن نساءنا ذو سلطان علينا، ده بيؤكد إنه وضع المرأة في الفترة دي. أيضا كان حصلت غارة من الجيوش المسلمة في العهد المملوكي على بلاد النوبة، وفي الغارة دي توغلت الجيوش بتاعت المسلمين إلى أرض النوبة، وقاموا بأسر أسرة الملك النوبي في الفترة دي. وحسب النص الموجود إنه هم أخذوا أبناء بنات الملك وزوجته. فكتب الملك النوبي إلى نظيره المملوكي بترجاه إنه يرجع له على الأقل أسرته والملكة. وفي نص الرسالة مذكور يعني نحن شعب لا نستطيع أن نحكم من غير نسائنا. نحن شعب لا نستطيع أن نحكم من غير نسائنا. يعني كأنه بيقول له والله أنت قاعد في كرسيك ده ممكن تجيب أي وصيفة تانية إذا فقدت زوجتك، إما أنا إذا فقدت زوجتي ما بقدر ألقى شرعية للكرسي، لأنه حتمية إنها هي لازم تكون موجودة معي في الكرسي عشان أخذ أنا الشرعية يكتمل العرش. ده بيأكد دور وقوة المرأة في ذلك الزمن، طبعا ده كله ما قبل الفترة الاستعمارية. أنا ده بالأربعة التعريفات دي أكتفي هنا وحمشي لآخر نقطة، اللي هي عملية مقارنة ما بين نوبيا القديمة بتعريف للمرأة، وما بين العالم الحديث والنموذج الليبرالي للحركة النسوية. طيب دي صورة الكنداك النوبية المروية، ودي صورة بيتي فريدن الناشطة بتاعت الفيمينيزم. نجي نلقى انه الثقافة الموجودة في العالم الحديث بتنادي بالفيمينيزم والفيمينيست أجينست الماسكولينست، يعني الأنثوية ضد الذكورية، يعني ثقافة قائمة على جندرين متناحرين. الثقافة النوبية بتتكلم عن
النزعة الأمومية المزرهود، يعني ثقافة ما قايمة على حالة بتاع التنازع جندري، بل إن المرأة كونها مرأة هي صعدت إلى وضعية مقدسة وتعامل معها الثقافة كأم وليس أنثى. طبعا في حتة أنا ما ذكرتها، إنه هذه اللغات لغات بدينا بها أصلا الاستكشاف بتاعنا، إنها دي لغات جندرلس. يعني شنو جندرلس؟ يعني اللغات أصلا في كينونتها لا تحمل مفهوم الذكر والأنثى. يعني اللغات النوبية لغات لا فيها ذكر لا أنثى، اللغات النيل الصحراوية، لغات دارفور، لغات جنوب السودان، أغلبية النايل الصحاري لانجوش، اللغة المروية لغات لا تحمل لا مفهوم أنثى لا ذكر في كل يعني في كل مظاهر الإعراب والتراكيب، ما في مفهوم لا ذكر لا أنثى. إذن الثقافة تكونت من غير مفهوم أنثى وذكر، وده ساعد إنه نحن نمشي للحالة دي، إنها هي بتعاني للمرأة كأم وليس أنثى. هناك بالمقابل عندنا تناحر ما بين نوعين في المجتمع، النوع عاوز يسيطر والنوع الثاني عاوز يقاوم، فيمينيزم against masculinism، هنا motherhood. طيب كذلك في الثقافة الغربية المرأة قاعد تاخذ حقوقها وقاعد تتقدم في المجتمع عن طريق الصراع، والصراع المباشر مع المجتمع مع الاستبداد الذكوري الماسكولين تيراني، الاستبداد الذكوري، وقاعد تنظم نفسها في شكل اتحادات ونقابات وجمعيات وموفمنت وحركات، وقاعد تعمل اكتيفيزم نشاط عشان تحصل على قوانين. إذن الشرائع والقوانين اللي بيسن المجتمع هي دي آخر قصر، يعني ده بتاخد حقها عن طريق القانون. يعني أنا عاوز أخد جندر إيكواليتي، عاوز أخد متساوي مع الذكوري، يعني تساوي نوعي والحالة التكافؤ النوعي في المجتمع، يكون في قانون بتاع تكافؤ نوعي. عاوز أخد وومن إمبورمنت، يكون في قانون بتاع شنو تمكين المرأة في المجتمع. عاوز أخد قانون بتاع وومن ليبريشن، يكون في قانون لتحرير المرأة. بتاخد يعني بتحاول تفرض مطالبها في شكل قوانين تبناها المجتمع في شكل قانون، يعني اللو. الوضعية بتاعت المرأة بالمقابل في الثقافة النوبية القديمة، الويمن أسندنسي، الصعود بتاع المرأة بيكون عن طريق الثقافة، كونها هي الثقافة بتديها ضمان، كونها هي أم هي في قمة المجتمع. كذلك هنا عشان هي بالصارع، لأن المجتمع بيعاين لها بنظرة دونية، وبحال أنها ليس المجتمع بيعاين لها كأداة بتاع الجنس وأنثى، ولسه لازال هي تحت التقييم بتاع المجتمع، المجتمع ما قادر الصارع إنه يديها فرصة إنها تكون يعني يعني تكون هي المشرعة وتكون هي الإفكت في المؤثرة. هي دائما في حالة شنو دفاع. بالمقابل في الثقافة الأنثوية، في الثقافة النوبية القديمة، المرأة هي مصدر الأخلاق، مصدر القداسة، وهي الكائن المقدس اللي خلقه ربنا، وكذلك هي مصدر العقل والإبداع. هنا المرأة بتقاتل عشان تلقى حقوقها، بتقاتل عشان تلقى فرص متقدمة في المجتمع. هنا المرأة طريقة ممهد، لأنها هي مصدر القوة بتاعت المجتمع. أي صياغ بتم سواء كان اجتماعي أو ديني أو سياسي، المرأة بتتسيد نتيجة لوضعيتها كأم مقدسة. أي صياغ اجتماعي في المجتمع الحالي الحديث ما بعد الكولونيالي، المجتمع الليبرالي الكون المجتمع الغربي في الثقافة الغربية، المرأة تقاتل من أجل موقع متقدم. ولازلنا إلى الآن في الولايات المتحدة زي ما قلت لكم في دول كثيرة لم نشهد تقدم المرأة للرئاسة. حصل في أوروبا لكن
في دول محدودة، و الآن على الكنداكات في السودان وفي أفريقيا أن يختاروا لاتجاه الحركة اللي سموها حركة نسوية. طبعا أنا بعترض حتى على الاسم، يعني هل هم عاوزين الحركة النسوية الفيمينيزم، ولا عاوزين المذرهود الحركة الأمومية؟ هل عاوزين يتحركوا إلى الخلف مع العالم اللي إلى الآن بصارع لوضع المرأة ويحولنا لصراع جندري ما بين ذكر ورجل، ولا عاوزيننا نحن نمشي خطوة للوراء لكن للأمام ونتخلص من الحالة الجندرية ونرجع لثقافتنا ما قبل الاستعمار؟ هل هي عاوزة الوضع المميز كأم مقدسة إنها تصعد للمجتمع ونغير الثقافة ونتخلص منها، ولا عاوزانا نحن نقعد بثقافة متناقضة واكتسبناها بطيل عمر الاستعمارات الموجودة وبعقل متناقض قصدي؟ فهي عندها مطلق الخيار تختار يا توفيق. أنا حاولت في المحاضرة دي أقدم نموذجين وأتكلم عن تعريفات المرأة في الثقافة النوبية القديمة وكيف هذه الثقافة تنظر لها. أتمنى أكون قدمت كلام واضح، وأنا أترك مطلق الخيار لأمهاتنا وأخواتنا للأم، وأنا ما عاوز أقول المرأة، للأم النوبية تختار هل عاوزة تكون أم ولا عاوزة تواصل أنثى مرأة. وشكرا كثير، وباسم جمعية اللغة النوبية بشكركم مرة ثانية. نوبة تود خليل، سكرتير الأكاديمي.